أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن قناة تتبنى استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث أسطولها البحري. جاء ذلك خلال تفقده حركة البلاحة بالقناة ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام حركة الملاحة بالقناة. وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تستهدف خلال المرحلة المقبلة توسيع نطاق عمل بعض الوحدات البحرية التابعة لها خارج نطاق المجرى الملاحي للقناة. كما تفقد ربيع أحدث الروافع البحرية ضمن استراتيجية تطوير الأسطول البحري، وأكد ربيع أن الرافعة البحرية باكورة شراكة وطنية مرتقبة للعمل في مجالات التكريك وبناء وتوريد الوحدات البحرية، حيث تمتاز الرافعة بقدرة رفع كبيرة وتستخدم في حالات الإنقاذ وأعمال الطوارئ. عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير لقاء موسعا مع وفد شركة لونز بريدج التابعة لمجموعة ويسون المتخصصة في إدارة المواد الطبيعية ومشروعات الطاقة. جاء خلال اللقاء استعرض الوزير مشروع الشراكة المقترح لإقامة مصنع لإنتاج حمض الفوسفوريك بميناء أبو طرطور التابع لوزارة الصناعة، وذلك بتكلفة استثمارية تبلغ 395 مليون دولار كمرحلة أولى. يشمل المشروع مراحل توسعية متعددة بتكلفة استثمارية تصل إلى 3 مليارات دولار، ويهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وقدرات التصدير. في إطار الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي ووقف تخفيف الأحمال، قام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت بزيارة ميدانية مفاجئة إلى محطة شمال القاهرة المركبة لتوليد الكهرباء بمنطقة السواح، وكذلك الإدارة العامة لشبكات الحلمية بمنطقة الزيتون ولمتابعة سير العمل. وأكد الوزير أن تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة والارتقاء بمستوى الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين من أهم محددات العمل خلال المرحلة الحالية. أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه من المستهدف إضافة كميات إنتاج جديدة من الغاز من البئرين غرب ريفين 4 وغرب ريفين 5 تقدر بحوالي 200 مليون قدم مكعب غاز و 8000 برميل متكثفات يوميا خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025. جاء ذلك خلال جولة قام بها وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي لتفقد أعمال تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من حقول غرب دلتا النيل البحرية بالبحر المتوسط لشركة بريتش بتروليوم البريطانية. في أسواق البترول العالمية هبطت أسعار النفط مسجلة أدنى مستوياتها منذ منتصف يونيو مع تجدد الآمال في التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بينما أدى ارتفاع الدولار لزيادة الضغط على الأسعار. وانخفض سعر خام برنت 2.9% ليصل إلى 82 دولارا و63 سنتا للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.3% لتصل إلى 80 دولارا و13 سنتا للبرميل. وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.64% لتسجل $2.43 سنتا للتر. وفي المقابل صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.4% لتصل إلى $2.13 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان أن معدل التضخم بالسلطنة ارتفع خلال شهر يونيو 2024 بنسبة 0.7% مقارنة بيونيو 2023. وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار مجموعات المواد الغذائية والمشروعات غير الكحولية بنسبة 3.8% والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.3%. وفي المقابل انخفضت أسعار مجموعة النقل بنسبة 2% والتعليم 0.4% والأساس والتجهيزات والمعدات المنزلية 0.2% والاتصالات بنسبة 0.1%.
أظهرت بيانات رسمية أن إجمالي واردات الصين من النفط الخام من روسيا، وهي أكبر مورد لها، ارتفع في النصف الأول من هذا العام 5% مع تهافت المصافي على الخام منخفض السعر، بينما انخفضت الواردات من السعودية ثاني أكبر مورد لها. وأظهرت البيانات تراجع الشحنات التي تلقتها الصين من السعودية في يونيو على أساس سنوي بنسبة 14% إلى 6.82 مليون طن. أفادت دراسة نشرتها شركة التأمين والائتمان بأن التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط أدت إلى رفع أسعار الشحن الحاويات إلى أعلى مستوى منذ عامين. ووضحت الدراسة أن تكاليف النقل المرتفعة لن تنخفض طالما استمرت التوترات في الشرق الأوسط وخصوصا في البحر الأحمر، مضيفة أن العديد من الشركات الأوروبية خفضت مخزوناتها خلال العام الماضي وتشعر حاليا بالقلق بشأن إمداداتها في النصف الثاني من العام مع توقع ارتفاع الطلب. أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي أن البنوك التجارية في الصين شهدت عجزاً صافياً في تسوية النقد الأجنبي بقيمة 34.9 مليار دولار في يونيو الماضي. وأوضحت الهيئة الوطنية الصينية أن مشتريات النقد الأجنبي من البنوك بلغت نحو 1.22 تريليون يوان، بينما بلغت المبيعات نحو 1.47 تريليون يوان.